كالتالي: أحمد أبو السيدي 3 نقاط، أمينة بنت أحمد، ومحمد عبد الله والمصطفى، وأحمد أبو الخليل لكل نقطة. إذا وعلى بركة الله نشرع في استقبال مكالمات متسابقين الكرام ومع أولى المجموعات في هذه الحلقة. ولا بأس قبل ورود أولى المكالمات بالتذكير بأرقام الهواتف التي تمكن متسابقين الكرام من الاتصال بنا: 43 20 23 59 50 43 20 23 60، والمكالمة الأولى في طريقها إلينا على ما أعتقد. نبقى في انتظار ورود أولى المكالمات. أحمد والسيدي يتصل، تفضل يا أحمد. أنت أحمد؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك. مرحبا بكم أستاذ. سؤال رقم 1 على بركة الله. السؤال رقم 1 على بركة الله يقول: ما عدد عزائم السجود عند المالكية في القرآن وما مواضعها؟ أحمد. عدد عزائم مواطن السجود في القرآن الكريم عند المذهب المالكي ومواضعها، كم عددها ومواضعها شنهي بشكل واضح موضح. مدى انت معنا؟ 15. لا ادري، لا اسمع، اقصد 15 مرة. ماني سامعك جيدا، كم عددها اولا؟ 15. 15 وانقص منه قليلا. نعم، العدد ليس 15 عند المالكية. شكرا لك. إذا في اتصال آخر يا أحمد، نستقبل من بعدك مكالمة جديدة إذا كانت جاهزة. الشيخ المهدي يتصل، تفضل الشيخ المهدي. شيخ المهدي كن معنا. حياك الله. حياك الله، تفضل. رقم واحد نحاول معه. أنا رقم واحد: ما عدد عزائم السجود عند المالكية في القرآن الكريم وما مواضع المواطن المعروف عددها؟ العدد 14. تنقص قليلا مما سمعت عند أحمد، نقصت قليلا جدا. شكرا لك، نستقبل المكالمة الموالية. 13. نستقبل المكالمة الموالية، من طال تزيد ما لا يتخلي من شيء. المتصل أحمد والخليل فليتفضل، تفضل أحمد. نعم. أيوة. وهذا رقم واحد عند المالكية. ما هي؟ كم؟ خادم الاعراب. ايوه لك 11. نعم نعم نعم. ايوه خادم الاعراب وله يسجد. ايوه مريم وجدوا مكتا الاسراء ولدعو الله الرحمن وكبروا التكبير ولدعو الله. ايوه الحي هلالي خصمان. ايوه الغفران بارك الله فيكم، إجابة واضحة ومفصلة ما شاء الله، أكثر مما طلب ما شاء الله. كما عودتمونا في اتصالاتكم أن تكون الإجابة ما شاء الله كاملة ومكتملة وتحمل المعلومات الجمة. شكرا لكم. إذا نقطة السؤال رقم 1 هي للمتصل أحمد والخليل. مرحبا متصل محمد سالم مول إبراهيم، تفضل معنا. محمد سالم ينقطع الخط عن محمد سالم مول إبراهيم، ونستقبل من بعده مكالمة جديدة. أحمد يعود، تفضل. العود أحمد، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك أحمد. السؤال رقم 8. السؤال رقم 8 يقول: في أي موضع دفنت أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن؟ أين تقع مدافن أمهات المؤمنين؟ البقيع. ننظرهم لإحدى عشرة، تقول البقيع بكل اختصار وبكل إيجاز، ولا بأس بالإيجاز لو كان صحيحا. أحمد ما الإجابة النهائية؟ نعم بقيع.
البقيع، كل أمهات المؤمنين مدفونة في البقيع هكذا تريد؟ مدى؟ إلا عائشة. إلا عائشة، عجيب. لا لا لا، الإجابة ما فات، لا راجعها وتعاود الاتصال بي إن شاء الله توفق. شكرا لك. نستقبل المكالمة الموالية. أعتقد أن المكالمة في طريقها إلينا. نستقبل من وراءها، من يقف خلف المكالمة لولما يرجع لنا قولا. تفضل المتصل. الشيخ الأستاذ أحمد يتصل، تفضل الشيخ. العربية المتحدة. الشيخ تفضل. الشيخ ننتظرك. السلام عليكم. سؤال في القرآن. الأسئلة فيها اللي في القرآن وفيها غيره من ميادين الثقافة العربية الإسلامية، ولكن تحت أرقام من 2 إلى 10. أجيب على الأول. ولكن تحت أرقام من 2 إلى 10. أجيب على الأول. 5. 5، بارك الله فيك. إذن نقدم لك السؤال رقم 5، وهو في الثقافة الموريتانية. يقول: علامة موريتاني عرف بالاستقامة، اشتهر بالذب عن السنة وبالصدع بكلمة الحق وبجودة الشعر والنظم. من مؤلفاته المختصر الوافي في علم العروض والقوافي. من هو ومتى ولد وأين مدفنه؟ من هو هذا العالم؟ الله تعالى أعلم. الله تعالى أعلم، إجابة صحيحة قطعا. شكرا لك. نستقبل من بعدك مكالمة جديدة إذا كانت جاهزة. المتصل أحمد والخليل فليتفضل. نعم. أيوة. السؤال رقم 8. السؤال رقم 8. رضي الله عنهن مدفونات في البحر، يكون أمنا خديجة وميمونة. خديجة مدفونة أجون، وميمونة مدفونة في سد، والسريف ككتفي. شكرا لكم، الإجابة صحيحة. أمهات المؤمنين كلهن دفن بالبقيع الطاهر كما قال المتصل أحمد، وإلا خديجة وميمونة. خديجة دفنت في مقبرة الحجون، أما ميمونة فهي مدفونة بموضع معروف يسمى سرف، وسرف ضبطه كتف، سريف ككتف لغويا. شكرا للمتصل أحمد، وهي ثاني إجابة في هذه الحلقة. نشكر له الاتصال، نشكر له هاتين الإجابتين، ونتوقع منه المواصلة معنا إن شاء الله. إذن المتصلة مريم بنت محمد محمود، تفضلي يا مريم. مريم مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلي أخت. السلام عليكم. تفضلي. السؤال رقم 8 اختطف من أمامك الآن، لكن اختاري غيره. لم يجب من مجموعتنا إلا الأول والثامن. اختاري غيرهما. يعطني 4 على بركة الله. 4 على بركة الله. سؤال في الفقه: عقد الركوع المفيت للتدارك يكون برفع الرأس، إلا في مواضع يكون فيها بالانحناء. ما هي هذه المواضع؟ حددها الفقهاء وبينوها وفصلوها كشأن الدين أجمع، جزاهم الله خير. الأصل أن عقد الركوع المفيد للتدارك يكون برفع الرأس، إلا في مواضع يكون فيها بالانحناء. ما هي؟ بشكل سريع والجلبة من حولك. الله ورسوله، الله تعالى أعلم. أنت تحاولين مع السؤال رقم 4 كما طلبتي. إذن لعل الخط ينقطع بيننا وبين المتصلة. نستقبل من بعدها مكالمة جديدة. نعم. نستقبل المكالمة الموالية إذا كانت جاهزة. صاحب المكالمة هو المختار السالم. أنت المختار السالم، مرحبا، حياك الله، تفضل أخي. السؤال رقم 5 كما استمعت إليه قبل قليل: علامة موريتاني جليل عرف بالاستقامة، اشتهر بالذب عن السنة وبالصدع بكلمة الحق، وعرف كذلك بجودة النظم والشعر عموما.
من مؤلفاته المختصر الوافي في علم العروض والقوافي، من هو؟ متى ولد؟ متى توفي؟ فكر سريع. لاتي بن الفخان. ما سمعت؟ ابن الفخان. والله ما تبينت شيئا مما قلت. أقول والله. تفضل. قلت لك. إيه تفضل. قلت لي ماذا قلت لي؟ قلت لك عن ابن الفخان. من؟ لا لا لا، ليس كما تبينت بعضه. شكرا لك، كنت تحاول، لا أدري أطلت على الخط، لعلك كنت تحاول مع السؤال الخامس. نشكر لك الاتصال، نشكر لك المحاولة، نستقبل من بعدك مكالمة جديدة. الطفل أحمد والسيدي التصيل، تفضل لي يا أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام، مرحبا بك. السؤال رقم 6. عفوا، السؤال رقم 6، والغريب أنه في القرآن وأنت من أهل القرآن والحمد لله. من قرأ من العشرة في سورة الحج وترى الناس سكرى وما هم بسكرى ولكن عذاب الله شديد بإسكان الكاف وحذف اللام وعند قوم سكارى. طبعا من قرأها سكرى في الموضعين سكرى وما هم بسكرى؟ أه. نعم. من قرأ؟ ايه لا تتحايل على الوقت اخي، لا تكن من المتحايل، انت متسابق. شريف. ها حمزه والكسائي ومن ومن وخلف وخلف. الاجابه صحيحه لاخواني حمزه والكسائي وثالثهما خلف من العشره. شكرا لك، اجابه صحيحه كما عودتنا بارك الله فيك ان تقدم الاجابات كامله ومكتمله، هكذا عودتنا بارك الله فيك. إذن نستقبل المكالمة الموالية، وقد أجيب من مجموعتنا على 3 أسئلة، الأول والسادس والثامن، أما باقي الأرقام فهو ما يزال في انتظار من يجيب. المتصل أحمد يسلم المرابط وهو متسابق معنا والحمد لله عرفناه، هو يتصل بنا. تفضل يا أحمد يسلم. أحمد يسلم كن معنا. رقم 10 يقول: ما أنواع القسمة وما حكم كل منها عند الفقهاء؟ أحمد يسلم. القسمة. الله تعالى أعلم. الله تعالى أعلم، بارك الله فيك. شكرا لك. نستقبل من بعدك مكالمة جديدة إذا كانت جاهزة. الطفل أحمد والسيدي يتصل، تفضل يا أحمد. كن معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلوا. السؤال رقم 4: عقد الركوع المفيد للتدارك يكون برفع الرأس إلا في مواضع فبل انحناء، ما هي المواضع يا أحمد؟ ما المواضع يا أحمد؟ ها؟ تفضل. في اتصال آخر، بارك الله فيك. شكرا لك، نستقبل من بعدك مكالمة جديدة إذا كانت جاهزة. المختار السالم يتصل، تفضل المختار السالم. ما فات قبل من أقع موث 3 1 و6 و8 والباقي بإمكانك أن تأخذ أي رقم من تسمع رقم. السؤال 10 يقول: ما أنواع القسمة وما حكم كل منها عند الفقهاء؟ أنواع 2. أنواع 2 ما هم؟ وقسمة المنافع. طيب ليس كما ذكرت، هي أنواع القسمة منصوصة عند الفقهاء ولا شك أن لها أنواع ولكل نوع حكم يخصه، نتوقع التفصيل في ذلك. شكرا لك، نستقبل من بعدك مكالمة جديدة. أحمد يسلم المرابط، تفضل. مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. رقم رقم كم؟ كم الرقم الذي طلبت؟ الثالثة.
رقم ثلاثة يقول: من أول من سل سيفا في سبيل الله، ومتى استشهد، ومن قاتله؟ أول من سل سبيل الله خالد بن الوليد. ليس خالد بن الوليد، لكن خالد بن الوليد هو فارس الفتوحات لا ريب، لكن أول من سل سيفا في سبيل الله هو غير خالد. توقع من يجيب ويحز ويحز على المفصل. نستقبل مكالمة جديدة. الطفل أحمد والسيدي لعله يجيب السؤال الثالث، لا أدري. تفضل أحمد، أي الأرقام أحمد؟ هكذا تفرست وتقول فراسة المؤمن. من أول من سل سيفا في سبيل الله، ومتى استشهد، ومن قاتله؟ مدى سؤال مركب، لا تجيب على بعض وتترك بعض. ها، هو زبير بن العوام. ومن قاتله بشكل سريع؟ استشهد استاذ العزيز. أنا قاعد ندور الله من قاتله. متى استشهد سألت عنه، متى استشهد قل، ومن قاتله بشكل سريع؟ ها؟ ما تعرفه. وفي أي وقعة استشهد؟ في أي وقعة؟ أي وقعة؟ ولا أقول غزوة مساعدة لك ولغيرك. شكرا لك. نستقبل المكالمة الموالية. إذن السؤال مركب من ثلاث عناصر، ونتوقع أن يجاب على ثلاثتها، وإلا ثلثين ويبقى الثلث، والثلث كثير. نستقبل المكالمة الموالية، أعتقد أنها واردة. الشيخ غلام، تفضل. نعم تفضل يا غلام. يا غلام سمي الله واختر أحد الأرقام. سؤال رقم خمسة. سؤال رقم خمسة: علامة موريتاني جليل عرف بالاستقامة وبالذب عن السنة وبالصدع بكلمة الحق وبجودة الشعر والنظم، له مؤلف مشهور الوافي في علم المختصر الوافي في علم العروض والقوافي، من هو، ومتى ولد، ومتى وأين دفن؟ أحمد والخليل يتصل، تفضل أحمد. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا. موارع التدارك. لا منع التدارك الذي تهوس بالاحتلال. ما هي؟ الركوع. ايوه. والسر. وتكبير العيد. وكيفية التلاوة. نعم. وإقامة المغرب وحفظها. جميل ما شاء الله. إذن كما ذكرتم ترك الركوع والسر وتكبير العيد وسجدة التلاوة وذكر بعض على حد تعبير الشيخ خليل يقصد بعض الصلاة وإقامة عليه وهو بها، هذا ما ذكرتم بالنص وبالنص أيضا. شكرا للمتصل أحمد الذي أجاب على ثالث سؤال في مجموعتنا هذه. كان أجاب على السؤال الأول والثامن والخامس، وها نحن نستقبل من بعده مكالمة جديدة. مختار السلم يتصل، تفضل مختار السلم. السؤال رقم ثلاثة يقول: من أول من سل سيفا في سبيل الله، ومتى استشهد، ومن قتله؟ متى استشهد؟ في أي وقعة استشهد؟ في أي وقعة؟ عمرو بن، من قتله؟ من قتله؟ عمير بن جرموز، وكما ذكرت. بارك الله فيك. لك نقطة السؤال الثالث. أنت مختار السالم أليس كذلك؟ أنت مختار السالم، نلت نقطة السؤال الثالث، شكرا لك. هو كما ذكرت الزبير بن العوام استشهد في وقعة الجمل وقتله عمير بن جرموز، وكان قد جاء برأسه إلى علي بن أبي طالب وأنها بشارة يقول له أبشر برأس الزبير بن العوام، لكنه رد عليه ردا قاسيا قال له أبشر أنت بالنار نعوذ بالله. شكرا لهذا المتصل الذي أجاب على السؤال إجابة كاملة ومكتملة، وله النقطة جزاء وفاقا، النقطة كاملة مكتملة، وهو المختار السلم.
نستقبل المكالمة الموالية، أعتقد أنها جائزة. صاحبها خراشي ولا أحمد؟ خراشي تفضل. أعطيني السؤال خمسة خمسة. السؤال خمسة خمسة أجيب عليه. لا عفوا، لم يجب على السؤال الخامس ولكن على الرابع. السؤال خمسة ما يزال أقدمه لك خراشي. كم رقم كم؟ خمسة الذي طلبت ما يزال في انتظارك، أقدمه لك. علامة موريتاني عرف بالاستقامة وبالذب عن السنة وبالصدع بكلمة الحق وبجودة الشعر والنظم، له مؤلف مشهور المختصر الوافي في علم العروض والقوافي. من هو ومتى ولد ومتى توفي؟ من هو هذا؟ من هو؟ تبارك الله. هو القرائي أحمد جوهر رحمه الله. رحمه الله. ولد متى ولد؟ 1941 هجرية. كم؟ 1922 ميلادية. ومتى توفي؟ توفي 1341 هجرية. 1300 1922 ميلادية. لكن لا راجعوا شوي، انت خراشي. توفي 1420. ايه ذاك ولي صح. وموافق 1999. 1999. بارك الله فيك. شكرا لك خراشي. شكرا لك. نلت نقطة السؤال الخامس، بارك الله لك فيها، ونشكر لك الاتصال والإجابة الوافية الكاملة ما شاء الله. شكرا لك. نستقبل من بعدك مكالمة جديدة. الطفل أحمد والسيدي ينتظره مجموعة من الأسئلة من مجموعتنا 2 و9 و10. تفضل أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك. السؤال رقم 10. السؤال رقم 10 يقول: ما أنواع القسمة وما حكم كل منها عند الفقهاء؟ قسمة المرابة. ايوا. قسمة ايش؟ قسمة القرعة. ايوا. قسمة الإفراز. قسمة؟ قسمة التعديل. إذا كم أنواعها وكلها شنو حكمه؟ الأنواع كم؟ خمسة. وكلها شنو حكمه؟ ذكرت المرادات، ما حكمها؟ التي تتم بر. المرادات ما حكمها عند الفقهاء؟ الجواز. ايوا. زين. وقد ذكرت ماذا؟ قسمة القرعة. القرعة والإفراز والتعديل. ها؟ لا، القرعة والإفراز والتعديل. شوف أحمد. نعم. الأنواع ثلاثة: قسم تهايؤ كسكنى دار مثلا سنين وهي حكمها كالإجارة تماما، وقسمة المراضات وهي كالبيع، أما قسمة القرعة فهي لتمييز الحق فقط. شكرا لك. إذن ذلكم نقطة السؤال رقم 10 للطفل أحمد والسيدي، وبقي سؤالان عالقان الثاني والتاسع. شكرا لك أحمد على الإجابة الصحيحة. نستقبل من بعدك مكالمة جديدة. عبد الله والمحمد تفضل يا عبد الله. نعم مرحبا. نعم تفضلوا. أعطيني رقم. رقم كم؟ تفضل، أمامك ثلاثة أسئلة من 2 2 و7 و9 هكذا. تفضل أخي. اثنين. يقول: ما أنواع تحمل الحديث؟ هل لك من علم بالسؤال فتخرجه لنا؟ هادو. ما أنواع تحمل الحديث؟ طلبت السؤال رقم 2، هذا نصه ويظهر لك في الشاشة على الشاشة. الو الو، انت تفضل. ينقطع الخط عن هذا المتصل دون ان يسمع منا، لا ادري، نحن نسمع منه هذا الرد ولكن لم يقدم محاوله ولا اجابه. الطفل احمد تفضل. عفوا احمد والسيدي تفضل، مرحبا بك. السلام عليكم. المجموعه مازال. وعليكم السلام. المجموعه من مازال من هذه التسيله 2 و7 و9. اثنين. ما أنواع تحمل الحديث يا أحمد؟ ثمانية.
انواع انا ما سورت عن انا كم سورت عنها شني لتكون ليكون عددها، لكن ما هي؟ سماع. سماع ايوه صورته. ها عجل سماع. ها صورته مكالمة يا صاحب التشويش، لكن سريع لعلك قدم لي إجابة قبله. تفضل. سماع ماذا؟ ايه تفضل. ايه صورته. انتظروا لا يتفكر الإجابة واتصل بي أحمد، ذلك خير. نستقبل من بعدك مكالمة جديدة إذا كانت جاهزة. داه والإمام يتصل، تفضل. داه تفضل. على نعم مرحبا تفضل. وشو عدد خالد؟ عندك ثلاث أرقام 2 7 9 اختر أحدها. شاطي واحد. واحد وجيب عليه، لكن 2 يليه. شيت. ها؟ إن شيت رقم 2 يليه مباشرة. 2. إيوه يسوى. دور. والله. ما أنواع تحمل الحديث؟ ما هو؟ ما أنواع تحمل الحديث؟ حديث الشريف. حديث. أنواع تحمل الحديث عند أهل المصطلح. والله تعرف تفضل. لا يتحاول معه. إذن لا يتفكر في الإجابة إن شاء الله يتصل بينا. شاكرينك على الاتصال، ونتوقع منك عودا والعود أحمد، ونستقبل من بعدك مكالمة جديدة. الطفل أحمد والسيدي لعله يسأل ثانية عن السؤال الثاني، لا أدري. تفضل أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل اختر أحد أسئلتنا الثلاثة العالقة. سبعة هذه المرة. لأول مرة يطرق الآذان هذا السؤال على ما أعتقد في هذه الحلقة، لم يسمعه من قبلك إنس ولا جان. يقول السؤال السابع: من هم العبادلة من الصحابة؟ سؤال لا يعدم سهولة. تفضل. العبادلة من الصحابة من هم أحمد؟ من هم العبادلة من الصحابة؟ سمعت؟ قرأت؟ عبادلة من الصحابة. لا تعرفهم؟ راجعهم وعاود الاتصال بنا. شكرا لك. نستقبل من بعدك مكالمة جديدة أحمد. المكالمة الموالية أعتقد أنها في طريقها إلينا، وهي جائزة تأخذ طريقها إلينا على ما أعتقد. لا أدري من صاحبها وصاحبتها. هو المختار السالم وهو أحد المتسابقين. تفضل المختار السالم. السؤال رقم 7: من هم العبادلة من الصحابة؟ وكان أحمد قد أحجم عنه وأنت تقدم إليه. تفضل. من هم؟ عبد الله بن من؟ عبد الله بن عمرو بن العاص. أيوه أيوه أيوه. تفضل. عبد الله بن عباس. أيوه. ابن عمر. ها. وابن عمر بن العاص. أها. ابن الزبير. بالضبط كما قلتم، عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص. شكرا لك. هؤلاء هم العبادلة من الصحابة. عندما تطلق العبادلة فيعنون بهم هؤلاء، وكلهم صحابي وابن صحابي، بل في أغلبهم باثنين منهم من العشرة المبشرين بالجنة. وأما العباس وعمرو بن العاص، عمرو بن العاص هذا عرف بالدهاء، لو سقط حجر من السماء لاحتال عمرو بن العاص. شكرا للمتصل الذي أجاب إجابة وافية وكافية ما شاء الله وشافية على السؤال السابع، فله نقطته. بقي سؤالان حالقان ونحن في الدقائق الأخيرة من توقيت البرنامج، وفي جزء الأخير لتدقيق التعبير. العفو. نستقبل المكالمة الموالية إذن. هذه مريم. تفضلي مريم، ينتظرك سؤالان من مجموعتنا الأولى. تفضلي. شمو كم؟ تفضلي. قل السؤال رقم 2 لنحاول معه. والله ما أنواع تحمل الحديث مريم؟
لا تحاولي معاه، جاوبي. يعود سامع من عند الشيخ. ايوا عود مسموع من عند الشيخ، وعود الشيخ ناليه على طالب. ايه هازي. ايوا والطالب يسمع. الو تفضلي. هذا جيد، عندي مترجم باللهجة لأنها اللغة التي يمكن أن نفهم بها جميعا. تفضلي. مثلا تعلن وعود سامع من عند الشيخ، ايوا الشيخ يمديه ويكتب الطالب. ايوا احنا ندور انواعها. تحمل الحديث له انواع، واساعدك بان من بينها السماع، لكن ماذا ايضا انتظروا، ذكره من قبلك ذاكر. تفضلي مريم، عددي لنا انواع التحمل منها السماع اولا. عديه بالخنصر. والله ما سمعت، هذه كأنها تحقيقات في السماع ولم تبين شأنها. في اتصال آخر إن شاء الله. أنواع التحمل معروفة ومنها السماع ولا ريبة، لكن ما ثم ماذا؟ المكالمة الموالية، محمد عبد الله والمصطفى يأتي متأخرا لكنه متقدم ما شاء الله. تفضل محمد عبد الله. نعم تفضل، بارك الله لك. شوف السؤال رقم 2 هذا، أنت محمد عبد الله أليس كذلك؟ نعم نعم حاضر. أنواع التحمل رقم 2. نعم نعم نعم. تفضل تفضل. أنواع التحمل فهم عدة أنواع، أول نوع هو السماع. أيوة. والثاني القراءة على الشيخ. بارك الله فيك. والثالث الإجازة. والرابع الأولى. والخامس الكتابة. والسادس الإعلام. والسابع الوصية. والثامن هو الوجادة. شرح لي الوجادة هذه، ما الوجادة؟ الوجادة هو أن يجد في كتب الشيخ، الوجادة هو أن يجد في كتب الشيخ مثلا أو سرع معناها نفسنا حديثا فيروي ويقول هو شدت في كتب فلان كذا بخطه. بارك الله فيك. بارك الله فيك، ما شاء الله إجابة كاملة ومكتملة وتشيء عن فهم وعن مستوى علمي لا بأس به، مما يدل وعلى استحقاقك بالتقدم. لا ندري هل ما زلت تحتفظ بتلك الرتبة أم ماذا، فالقول الفيصل في ذلك سيكون يوم الاثنين القادم مطلع الأسبوع القادم 28، ليس من نوفمبر ولكن من رمضان. شكرا لمحمد عبد الله الذي أجاب على السؤال الثاني، وقد استعصى على كثيرين ويأتي هو ليجيب. بارك الله فيك يا محمد عبد الله. نستقبل المكالمة الموالية ما سمح الوقت. أحمد يسلم والمرابط. أحمد يسلم والمرابط تفضل، مرحبا بك. السؤال التاسع. السؤال التاسع وهو الأوحد لدينا. السؤال التاسع أيضا لأول مرة يطرق آذان متابعينا الكرام، ولم يطرق إلا في آخر الوقت. يقول من القائل: هاجت همومية ذكر البين والحجر 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 والركن بالغداة والسحر، وبئر زمزم في قلبي لها ذكر لله ما في الحشا من حرقة الذكر، وما صفى العيش بعدما الصفا بعدت كلا ولا غاب شكلها عن البصر. من القائل؟ أحد أعلام من المشاهير ميامين. من؟ محمد الأحمد جرى. هو محمد الأحمد جرى لكن آخر. شكرا لك، نستقبل من بعدك مكالمة جديدة إذا كانت المكالمة الموالية جائزة. أحمد تفضل. أحمد، أحمد هل لك من محاولة مع الأبيات الجميلة التي تنبئ عن تعلق الشناقطة ب نعم افتح لنا المجموعة، افتح لك المجموعة في آخر وقت بعد العصر. بعد عصر ما زال سؤال عالق من مجموعتنا هذه. مدى سؤال رقم السؤال التاسع، حاولي معه الأبيات التي استمعت إليها آنفا وإن شئت أعدت لك قراءتها. الحاج الفحفو. بالضبط، هي للعلامة المرابط الحاج والفحفو رحمه الله. بارك الله فيك.
إذن الآن يستحق المتسابقون أن تفتح لهم المجموعة الثانية على مصراعيها، وكان قد طالب بذلك الطفل أحمد والسيدي، ولكن ذلك ربما في اتصال يستفيد من ذلك في اتصال آخر. شكرا لأحمد والسيدي الذي توج لنا هذه المجموعة بإجابة سؤال يتعلق بثقافتنا الشنقيطية التي نباهي بها ونفاخر، والمرابط العلامة الحاج والفحف هو صاحب هذه الأبيات، المصطفى والمحمد عبد الله يطرق ثانية مجموعتنا في هذه مجموعاتنا في هذه الحلقة، يختار أي أسئلتها شاء، كل منها حيث شئت، لو أن اليوم من رمضان ما يزال. تفضل، يحل لك تناولها من حيث شئت، من 1 إلى 10 يا فتى. أنت مصطفى على ما أذكر، ينقطع الخط عنه ونستقبل خراشي. تفضل خراشي، مجموعة مفتوحة أمامك، اختر أحد أرقامها. تفضل، كم يحير هذا؟ كم؟ ثلاثة، تختار ثلاثة، لا أدري هل في ذلك سر. ما حكم الشخص إذا نسي صلاة وشهل عينها؟ من نسي صلاة وشهل عينها ويعرف أنه نسي صلاة غير ما تعرف هي، ما الحكم؟ هو منصوص لا ريب. تفضل، خراشي ننتظرك اتصال آخر. شكرا لك خراشي على الاتصال، ونستقبل من بعدك مكالمة جديدة. المتصلة مريم، مريم مجموعتنا مفتوحة على مصراعها من 1 إلى 10، تختارين ولعلك تسقطين على السيرة، ذلك ما نرجوه. أعطني 7 على بركة الله. 7 على بركة الله، هل هو في ميدان السيرة أم في غيرها؟ تكشر لي لسؤال بالسيرة قلت لك. لا لا لا، التزمي بأنت متقدمة معنا وعندك معنا رصيد. سؤال 7 يقول: متى فرضت زكاة الفطر؟ غير بعيد من السيرة ومن التاريخ الإسلامي. مريم، متى فرضت زكاة الفطر وقد أزفت ساعتها؟ تفضلي يا أخت. ما؟ ما هو العام الثاني في الهجرة، الثالث. العام الثاني للهجرة، قلتيها متأكدة منها؟ والله لا، رمية من رامية إن شاء الله. قلت سمعتيها، بارك الله فيك، شكرا لك يا مريم. لا أدري هل ما تزال سيدهم اللي يقول في العام السنة الأولى الإخاء الجاري وبتم يقول لنا نقول لنا العام الثاني عن ذكاء. بارك الله فيك، شكرا لك. أخرى المكالمات في هذه الحلقة، ونحن في الحلقة قبل الأخيرة إن شاء الله نستقبل أخرى المكالمات، لا الحقنا أولاه بأخراه والحمد لله. تفضل يختم لنا الخراشي والأحمد، يكون خاتمة المتسابقين في هذه الحلقة. تفضل خراشي، اختر أحد الأرقام لعلك. ثلاثة بشكل سريع، يقول: ما حكم من نسي صلاة وشهل عينها؟ بشكل سريع أنت أيضا، بشكل سريع. عجيب، أنت ماذا تقول؟ طلبت السؤال الثالث وقدمته لك خراشي. يصلي صلوات الخمس. بارك الله فيك. قال الشيخ خليل: وإن جهل عين منسية مطلقا صلى 5. شكرا لك، إجابة صحيحة. إذن مشاهدين الكرام، متسابقين الأعزاء، هذه هي حلقتنا قبل الأخيرة، ليس بعدها إلا الحلقة التي تعلن فيها جوائز الفائزين الأول والثاني والثالث، وسيفصح فيها ويصرح بمبلغ مبالغ الجوائز، وهي لا شك مبالغ نقدية إن شاء الله كما تعودنا في النسخة الماضية. ومتسابقين الكرام، مشاهدين الأعزاء، نختم هذه الحلقة، في ختامها أقول لكم تحايا فريق البرنامج، كان في الإعداد نجاشي والمحمد وأحمد الهيبة والواوع،
وفي التنسيق اخبارها من تحبيبي، وفي التصوير احمد بزيد والعبد الله السالم، وفي الصوت مريم بنت محمد خونة، وعلى الارسال امنه من تفال، وكان في الاخراج بها والكويري. هذه تحياتي الى ان يضمنا واياكم لقاء جديد، نستودعكم الله والسلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل.